انطلق العرض الموسيقي والافتراضي الذي نظمته وزارة الثقافة السعودية بالمتحف الوطني بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. الحفل الذي شارك فيه فنانون من السعودية والعالم امتزجت عروضه بين الموسيقى والغناء وأقسام المتحف التاريخي. إعادة التخيل والتعافي شعار أطلق على العرض الموسيقي الافتراضي الذي نظمته وزارة الثقافة السعودية من قلب المتحف الوطني في العاصمة الرياض بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. صراحة شيء رائع جدا أنه في اهتمام من وزارة الثقافة عن طريق هيئة المتاحف بإحياء هذا التراث الرائع بوجود المتاحف، وطبعا وهذا الشيء بيتمثل كمان في التواصل مع الموسيقى، حيث إحنا بنحيي كمان الموسيقى الكلاسيكية سواء العربية أو الغربية. الحفل الموسيقي الذي بثته وزارة الثقافة من قناتها عبر منصة يوتيوب شارك فيه 6 فنانين من السعودية والعالم استطاعوا أن يأخذوا الجمهور في رحلة موسيقية ثقافية امتزجت بين عروض الموسيقى وبين قطع المتحف الأثرية وقاعات عرضه التي عادت بالمشاهدين إلى آلاف السنين قبل العصر الإسلامي وبعده وصولاً إلى توحيد الدولة السعودية. الأوبرا والمتاحف لها تواصل عريق صراحة في كل الدول في العالم، لأنه الأوبرا بمكانتها دائماً كلاسيكية وراقية وفيها شيء فخم، فخامة رائعة، ودائما نشوف هذا الشيء في المتاحف، وحتى دائما نشوف حفلات الأوبرا تقام في المتاحف. فأنا سعيدة جدا بوجود اليوم في المتحف الوطني بتقديم هذا الحفل الجميل. رفع مستوى الوعي بالأهمية الثقافية للمتاحف ودورها في حفظ التجربة الإنسانية وتوثيقها من أبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هيئة المتاحف السعودية التي عملت على تعزيز حضور المتاحف في الفضاء العام بعد أن تأثر نشاطها حول العالم بفعل جائحة كورونا.